تعرف الناس أنه نهاية عام 23 بعد ماكو جواز أو كله إلكتروني راح يصير. يعني التقديم إلكتروني؟ يعني لا كل الدول، دول العالم أعتقد. يعني أكو كم دولة وإحنا من جملتهم 9 و10 دول الآن تتعامل بالجواز الدفتري العادي. كله إلكتروني، الفيزا والتنقل والكذا. ولذلك صراحة كان رئيس الوزراء دعم بهالجانب هذا، حتى نكون صريحين، يعني الرجل دعم قوي انه نمشي بهالجانب هذا. شكلت عدة لجان بين المخابرات وبيننا، ناقشنا عدة مرات في جلسات الأمن الوطني. احنا بهاي الحالة اول ما قلنا خلي نشوف شكل الجواز، حقيقة سوينا في الشكل يليق بمكانة العراق التاريخية وسمعته، وطينا لكل محافظة رمز، يعني مو رمز، فت صورة معينة للمشهورة بها المحافظة. وقدرنا نصيغ الإطار العام إلى، مشينا باتجاه الجواز الإلكتروني، درسنا جدوى الاقتصادية الفنية، ومشينا في كثير من الحالات إلى أن توصلنا وتعاقدنا مع شركة، والآن أعتقد شركة عراقية، يعني من نعم يعني بعد تقريبا شهر ونص شهرين اعتقد راح نباشر باصدار الجواز الالكتروني والبوابة الالكترونية التأشيرة. يعني هسه اللي عنده تجديد اعتقد انا اقول نعم، حتى نعزي احنا اقول انه راح نقطع شوط كبير في هالجانب، ويرتفع المرتبة مال الجواز الى مراحل متقدمة ان شاء الله من بين الدول المتقدمة. ما يخص احنا حقيقة اكو تراكمات موروثة، يعني في كل الدول اكو الجواز الدبلوماسي مثلا، اكو سياقات معينة. نعم، دائما القانون عندما تضع قانون وتتجاوز على القانون بالاستثناءات. أنا أتذكر قدمت مطالعة لأحد عصرت كل رؤساء الوزراء، قدمت له مطالعة على مود استثناء من حالة معينة، يعني حالة قال ألا تعتقد أن الاستثناء يضعف القانون ويضعف هيبة المؤسسة؟ فعلا تم تطبق قانون، طبق القانون، ليش تكثر الاستثناءات؟ خلي حالة حالتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة. يعني أنا ذاك اليوم قعدت مع أحد سفراء الدول العربية وجبناها على مود إلغاء التأشيرة وعلى مود الكذا وكذا، قلت له سب الحد الأدنى الجواز الدبلوماسي خلينا نسوي تجربة. ضحك قال أنتم عندكم الجواز الدبلوماسي مو يقتصر على فئات معينة، أعداد كبيرة جدا من الاستثناءات ما نقدر نعطيها، وضربني أمثال بأشخاص وشخصيات رجالية أو نسائية يعرفهم حقيقة. أي فأعتقد عندنا مراجعة بهالشيء هذا إحنا، بس إحنا كجانبنا كوزارة بغض لأنه الجواز الدبلوماسي مو يمنا إحنا. أنت الآن بالجواز الدبلوماسي. دبلوماسي ما لي أي موضوع، بس أصدر أنا جينا كتب رسمية أصدر. يعني أنت وزارة الخارجية ما لك حق تعترض. ما لي حق أعترض. أنت جهة تنفذ. جهة بالقانون. الجهة اللي تمنح الجواز الدبلوماسي هي وزارة. أنا من أريد أكتب الخارجية يكتبون. نعم.